بالنسبة للتصريح الأولي كما جاء في المادة 24، التصريح الأولي إلى حاليا أن أي مواطن ممكن يدخل حاليا كنهضر، رغم أنها بقى ما كايناش المنظومة، بحال مثلا الناس ديال الدار البيضاء عندهم المنظومة، الناس تاع الرباط عندهم المنظومة. هذا المواطن عوض ما غادي يمشي للضابط الحالة المدنية ويصرح بالولادة ديالو، ما عندوش الوقت، غيجلس مع واحد ربع ساعة أو نص ساعة بغى يسرع هو العملية ديالو، كيدخل لهاد بوابة الحالة المدنية. بوابة الحالة المدنية راه إلا درتي موقع ديال غوغل ولا أي موقع، المهم مواقع البحث اللي كاينة عبر الإنترنت، كدير بوابة الحالة المدنية، كتدخل ليها كتعطيك المعطيات، فيها تصريح أولي، ديال الولادة، ديال الوفاة، تضمين بيان الزواج، طلب تضمين بيان الزواج والطلاق. هاد البوابة ملي كندخل مثلا أنا تزاد عندي واحد الولد وبغيت نتصرح به، ما عنديش الوقت باش غنمشي ونبقى مريح مثلا مع ضابط حال واحد نص ساعة ولا ربع ساعة على حساب أن الخدمة، ولا غنلقى ناس قبل مني وغنبقى شاد النوبة ديالي، نقدر تبقى ثلاثة أربعة كلشي خدام، يعني خدامين في التصريح، شي في وفاة شي في ولادة. إذا هنا المواطن عنده الحق يصرح من البيت ديالو، كيدير تصريح أولي. هذاك التصريح الاولي اشنو كتعطي؟ دوك تعمر شي خانات مكتوبين ساهلين، اسم المولود، سميتي ولدك، تاريخ الديات ديالو، امتى تزاد، الساعه اللي تزاد فيها، وضيف ثاني كتدخل المره الثانيه كتعطيك مثلا معلومات ديالك الشخصيه ديال الاب، كتعمرها فيها المهنه، فيها اسم الاب، اسم هذه، كتعمرها المسائل، كتدخل اسم الام، كتعمر المسائل ديالك، كدير ديك التاكيد، كيخرج لك واحد الرقم، بحال توصيل، كتاخذ داك التوصيل، ولكن خصك تمشي للضابط الحاله المدنيه. ملي كتاخذ داك التوصيل خصك تمشي من بعد للضابط الحاله المدنيه، دي معك الوثائق اللازمه ديال التصريح، ديال هذاك التصريح، شهاده الولاده، رسوم ديال الزواج، اقصديات ديالك، نتسناو المرسوم التطبيقي، اش غادي النصوص التنظيميه، اش غتقول لنا في الوثائق اللي ممكن انه يدلي بها. كدير دوك الوثائق، الضابط الحاله المدنيه كيدخل كيتاكد من دوك المعلومات، انت ربحتي الوقت، الضابط الحاله المدنيه كيدخل يتاكد من المعلومات، كيشوف بان شي خطا صحيح بسيط ولا شي حاجه كيصحح لك، المهم الا كانت شي حاجه كيفاليدي لك، يعني كيدوز لك، كيخرج لك واحد المسوده، التصريح ديالك كتسني عليه، كيفاليدي لك شغلك، كتهنا، كتاخذ ديك الساعه، تاخذ هذاك الظرف، كتاخذ يعني كتربح انت شويه الوقت، وكتساعد حتى الموظف انه تساعده على الخدمه ديالو، وما كيبقاش هذاك الاكتئاب. وغير الاضافه بالنسبه لهذه البوابه، راه ماشي الزاميه للمواطن، غير الا بغى هو يوفر عليه ديك الساعه ونص ولا نص ساعه ولا ربع ساعه، الا لقى مثلا قدامه ثلاثه الناس، لان هاد التصريح بولاده في اي مكتب غيسهل المأمورية، ما غيبقاوش عندنا واحد الضغط على المكاتب، اذا هو غير كيسهل عليه، ومزيان عليه، يسهل عليه المأمورية وما غيتعطلش بزاف، داك غيدير نص ساعه مثلا غيولي يدير قسمين وخارج بوثائق ديالو. وهاد لم الالزاميه للمؤسسات اللي قلنا بحال الخيريه، بحال اداره السجون، هادو ولات ملزمة عليهم انهم يتصرحوا بهذاك السجين اللي ميت عندهم، او لهذاك اليتيم اللي هو في دار خيريه، او في مستشفى مثلا مات عندهم، مجهول ما معروفش الناس كيصرح. ولكن هذاك التصريح ما كيكونش تما غير تصريح، حتى هما اولي، هما مزوم عليهم يصرحوا، ولكن هذا تصريح اول. اذا كان عند المدير ديال المستشفى مثلا الوثائق اللي غيقدر يجيبهم لضابط الحاله المدنيه ويقدم ليه دوك الوثائق ديالو، يقدروا غادي يدوز غيفاليديه، او ديك المؤسسه الخيريه او المستشفيات. هذا هو الالزاميه اللي جات هي لهاد الناس هادو. اما بالنسبه للمواطن ماشي الزاميه، غير من اجل انه تسريع الوتيره ديالو، ديال يحصل على الوثائق ديالو. المؤسسات خصهم يصرحوا المواطن، لا ماشي الزاميه، غير باش يربح هو الوقت ديالو. غير واللي جميل فيها انه مزيان بزاف، هي مثلا ملي كنقولوا احنا عندنا اليوم الاحد، عندي اخر اجل ديالي انا هو الجمعه مثلا، كيقول لك خدم اليوم، انا مشات لي نهار الجمعه عندي اخر اجل مثلا، نجي انا نهار الاحد في الليل نصرح، لا نهار الاحد ندير لك التصريح وناخذ، ولكن التصريح الاولي راه غتكون عنده حتى هو واحد المده معينه. دابا حيت التصريح بالولاده وبالوفاه عنده 30 يوم، اذا فتي 30 يوم خصك تمشي معاك
محكمة مختصة، في محكمة مختصة يعني في الدائرة اللي وحتى هنا المحكمة المختصة كنقولوا هي المحكمة اللي ديال قسم قضاء أسرة. وحتى هي الجميل فيها أنه خي يكون الطفل دابا إلى طبق القانون، هذا القانون غيطبق وغتولي عندنا مثلا منظومة وحدة، راه الدري يكون مزيود مثلا في أي مدينة بعيد وجا سكن هنا، ولا الظروف اللي حزتهم هنايا وما سجلوش، راه ممكن أنه غيدفع دعوة للمحكمة هنا، ما بقاش عنده يتنقل هذيك المحكمة اللي تزاد فيها. حتى هذا ربح، هذا ربح من اللي غادي يكون المواطن، هذا ربح المواطن صراحة. أن هذا القانون جاء كيخدم المواطن كثير كثيرا جدا. بالنسبة للدفتر العائلي، الدفتر العائلي هي المادة 44. الدفتر العائلي كان كنقولوا حنا الكناش الحالة المدنية، ومن بعده جاء الدفتر العائلي. دابا الكناش كان كيتعطى جميع فئات المجتمع، كان يتعطى الأم العازبة، يتعطى المواطن، جميع الأزواج كيتعطى لكل شيء. جاء الدفتر العائلي حذف لنا واحد الفئة اللي هي الأم العازبة. إذا هنا حنا كنناديو بمساواة، كنناديو بحقوق المرأة، لا للعنف ضد المرأة، بزاف ديال الحوايج كنناديو عليهم، ولكن القانون كيحرمها. كيفاش حنا بغينا نضمنوا حقوق المرأة وحنا بحد ذاتنا القانون هو سلب ليها الحق ديالها؟ هذا القانون 36 رجع ليها حقها، مساواة المادة. وكما كنقول لك انا دائما ان هذا القانون جا موازي وكيصب فيما جاء به دستور المملكه المغربيه 2011. الماده 19 كتقول مساواه ما بين الرجل والمراه. يعني اليوم حنا حتى الام العازبه غيولي عندها الحق، وهذا حتى هو كنفتخروا بان هذا السيد، هذا الطفل، هذه الام ما بقاتش غتحرم منه، ما غتحرمش من هذاك الدفتر العائلي. وهذا الماده راه هذو هما الاشخاص اللي هذا هو الجديد، هو الام. وحتى كاين اشخاص اخرين ممكن غياخذوا داك الدفتر العائلي على حساب هذه الماده، هما الناس اللي كتكون عندهم كفاله ديال هذوك الوليدات، لانه نائب شرعي واحد الشخص مكفل بواحد الوليد ولا واحد البنيه رباهم، كتعرف كفاله انه كيصبح والله. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك انا وكافي اليتيم في الجنه، يعني حتى هذوك الوليدات حتى هما غيولي عنده حق انه هذاك الكفيل كياخذ لهذاك الوليد الدفتر العائلي، لانه نائب شرعي. هذا هو الجديد، وما غيبقاش هذا الدفتر العائلي، غيولي كنقولوا دفتر الكتروني، كتستخرجو كيخرج لك من الحاسوب، والشكل ديالو والطريقه ديالو. وهذه كنتسناو دائما النصوص التنظيميه اللي غتعطينا الشكل ديال هذا الدفتر العائلي. وهذه بشرى لبزاف ديال الاطفال وبزاف ديال الناس اللي تعذبوا على باش يحصلوا على هذا الدفتر ديال الام العازبه. وبالاخص ما بقيناش كنشوفوا الام العازبه فقط اللي كتكون كتشتغل خارج ارض الوطن، كتشتغل موسمين بالخارج في اسبانيا، فرنسا، كيطلبوا لهم داك الدفتر. ولكن رغم ان تصدرت احكام باش هاد الناس هادو يتمنحوا لهم الدفاتير، ولكن ملي كيتصدر هذاك الحكم كيفاش غنعطيهم هذا الشكل ديال هذا، كيفاش غيكون الشكل ديال الدفتر ديالهم؟ لان الدفتر العائلي الحالي محدد ليك، كاين صفحه 4 اللي فيها الزوج، وتابعها الصفحه 6 فيها الزوجه الاولى، الزوجه الثانيه، الزوجه الثالثه، الزوجه الرابعه. اذا فينا كيفاش غنعطوا هذا؟ وتصدر احكام، صدرت احكام انه يمنح للام العازبه الدفتر العائلي، ولكن فينا هو الشكل اللي غادي تعطاه؟ من غتبغي تنفذ هذاك الحكم كيفاش غتعطيه لهذاك الشكل؟ وهذا مكسب الاطفال والامهات العازبات. هذه بشرى اللي الحمد لله انه حنا كجمعيه كنشتغلوا في هذا الميدان، كنبشروا هاد الناس وفرحنا بزاف لهاد الوليدات ولا لهاد الفئه المعينه، بزاف ديال، لان غتكون كما شرط بالنسبه للعلاقه اللي غتكون كتربط المنظومه الرقميه او السجل الوطني او بالمصالح الاخرى، التعليم، ربما الصحه، ما عرفتش الشركاء اللي غيكونوا، التعليم، الصحه، الامن، الدرك، كل شيء عنده غتكون واحد التناسق ما بين هاد، فيما بغات شي معلومات خاصه، كتعرف هاد المعلومات راه محميه،
راه هذا القانون خضع المجموعة، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خضع هذا القانون خضع ليهم، يعني ما يكونش من اللي بغى شي حاجة مثلا كيجي ياخذها. كاين إدارات اللي هي محدودة أنها التبادل الإلكتروني معلوم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.